قالوا قلنا وقال قلنا وقلبي يقولوا على طول نفتي في كلام يملى اليوم بطوله وتلاقي الناس تقول هم اللي بيقولوا لو لسه بيقولوا لك يبقى انصحهم ما يقولوش الناس فاضية وخلاص بيقولوا ما بيسمعوش وتلاقي الناس تقول هم اللي بيقولوا هم اللي بيقولوا مع تامر الشلتوت على ميجا اف ام. يا مساء الفل واحلى مسا واجمل مسا كل بيسمعونا على ميجا اف ام 92.7. انا تامر شلتوت هكون معاكم لغايه الساعه 12 بالليل في برنامج اسمه هم اللي بيقولوا، قائم على كلام الناس ونصائح الناس وكل الناس اللي بتقوله لنا. هل الكلام ده صح؟ هل النصائح دي صح؟ هل المقولات الماثوره اللي بتتقال لنا في حياتنا تبقى صح وبنستفيد منها ولا مش شرط ولازم نشغل دماغنا كده ونشوف احنا بنعمل ايه بالظبط؟ مهم هنعرف وهنشوف وهناخد جملة بتتقال لنا ونصيحة بتتقال لنا وهنشوف الكلام ده صح ولا لا. توصلنا ازاي؟ رقم الإزاع هو 38356962 وهو بالتبعية هو رقم البرنامج، ورقم الاس ام اس 1927 7، وده في نفس الوقت ونفس الرقم ممكن توصلنا ليه للبرنامج. فخليكوا حافظين الرقمين دول 38356962 رقم التليفون، اس ام اس 1927 7 لقيت التليفون مشغول ابعت لنا على الاس ام اس، مش عايز تكون تليفون عايز بس يكون ليك مداخلة فابعت لنا على الاس ام اس، او لو الكمبيوتر قدامك فاكتب لنا على صفحتنا ميجا اف ام 92.7 هتلاقي فيه بوست على البرنامج هم اللي بيقولوا وقول لنا بقى رأيك. هنتكلم عن ايه النهاردة؟ هنتكلم على جملة بتتقال كتير في حياتنا ومن زمان وخصوصا من سيدات الكبار في عائلتنا، والدتك جدتك خالتك عمتك، عشان هو ليه مردود عن النفاق والخداع والكذب. اه والله التلاتة كده مع بعض في حتة واحدة. هنقول النهاردة جملة بتتقال لنا كتير، الجملة دي اسمها ايه بقى؟ اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. ياه ما اتقالت دي، ياه ما اتقالت ويا ما عدنا وزدنا فيها، ودايما بتتقال لما تكون شاكك في اللي قدامك كده، تكون شايفه كذاب بيخدعك ملاوع. سؤالنا بقى، هل انت من النوع اللي بيقول كلام ويعمل عكسه، ولا متصالح مع نفسك وصادق وفي نفس الوقت بتعمل دايما اللي بتقول عليه؟ بتستعجب، هل انت الشخص اللي بيستعجبه وانت عايز تشرح نفسك وتاخد فرصتك على الهوا النهاردة وتقول لا انا كان قصدي كذا كذا كذا، ولا انت بتعاني من الشخص اللي بتشوف كلامه او بتسمع كلامه بتصدقه وبعد كده بتشوف اموره تقول ياه سبحان الله الكلام ده مش لايق على الفعل ده؟ وياما في ناس في حياتنا بالشكل ده كتير، يقولوا لك حاجة ويعملوا التانية وبعد كده لما تيجي تقول لهم انت عملت كده ليه يبتدي يتوهك وياخدك في هوليكوستر بقى ويقعد يلف بيك لف في هوليكوستر وتلاقي يعني اصلا في الحلزونة زي ما بيقولوا، متبقاش فاهم انت في ايه. انا كل ما هنالك انا متضايق من موقف وانت وعدت بشيء، طب ما تقول انت ما وعدتش بالشيء ده ليه، او انت ليه ما نفذتوش، مش تفسحني زي ما بيتقال. يعني هي تفسحني دي. طيب هنرجع لكم في انتظار تليفوناتكم 38356962 اس ام اس 1927 7، والقصار حب وما تحبش فكر، مش على طول كده تقول انا حبيت، مش بالسهل. هم اللي بيقولوا هم اللي بيقولوا مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. وهم اللي بيقولوا اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب كده، وحط تحت استعجب دي 60 خط. الكذب والخداع هم من اكتر العادات السيئة اللي ممكن تكون موجودة في اي شخص. كتير في حياتنا بنقابل ناس تعمل لك البحر طحينة زي ما بيقولوا، يفضل يقول لك انا هعمل واستنى وهتشوف وهوعدك ووعدك وهيحصل ومش هيحصل ومش عارف ايه، وبعد كده ولا حاجة بتحصل خالص، بيفسحك زي ما قلنا. فده اللي يتقال عليه كلمة اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. بس الحقيقة دايما بنتعلم منها حاجات كتير، لازم نقدر نميز بين الشخص فعلا اللي بيقول كلام بيكون قدم وما بين الشخص اللي بيقول كلام وبيعملش بيه. الحالات دي اكتر انتشارا في جواز
في العلاقات العاطفية في الشغل. يعني كم واحدة توعدت ان هيجي يتقدم وانت حب حياتي وانا هنفذ وانا ما اقدرش اعيش من غيرك، وفي نفس اللحظة يعني تقفلي الخط، بس خط على طول تلاقي في مليون واحدة تانية في حياته. تمام، كم واحد مديره قال له لا انت هايل وانت وانت وهتعمل وهتترقى وهيحصل، وفي نفس اللحظة تلاقي اللي جنبيك هو اللي مكانك. يعني كتير كتير ناس بتوعد وكتير ناس ما بتنفذ. وفي نفس الوقت ياريت ان هو كان واضح من الاول ويقول لك لا انا مش هعمل ده، كان احترمناه وقلنا والله بجد انت عندك وجهة نظر يعني، بس لا، لازم لازم يلعب بينا. فنهاردة بنتكلم عن اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب، وعن كل شخص وعد ومنفس، كل شخص كذب وخدع، كل شخص نقدر نقول ان هو عمل لنا بحر طحينه. الو انت تعمل لك البحر طحينه ولا انت اللي عملتيه؟ لا 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 استني استني لا 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 استني استني مش انت صوتك بيقطع جامد قوي، انت فين؟ اطلعي بره. آه. لا في الحاله دي ممكن تخيلي. ثواني عشان اسمع العربيه، هحرك العربيه. طيب عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ انا زي الفل، كله زي الفل. قولي لي بقى. على فكره بجد والله من الناس فعلا اللي بحب اسمعهم، والله مش كلام، انا ما بعرفش اناطق ولا اقعد. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي يا رب بجد. تسلمي لي. ها كده سامعني كويس؟ انا كده زي الفل. لا 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 كده تمام. قولي لي ايه اللي استفزك في موضوع الحلقه؟ تجربة؟ بصي هي تجارب كتير، يعني هي مشكلة الموضوع ده بقى في ناس كتير قوي. يعني جدا جدا، انت حواليك زي ما انت قلت دلوقتي في الشغل، في العلاقات الشخصية، في كل حاجة، يعني في تعاملاتك العادية تبصي تلاقي الناس بيقولوا حاجة يعني حاجة تانية خالص. ما كان من الأول قال مش هعمل وكنا صدقناه وكنا تمام، والله كنا هنحترمك يعني. والله العظيم بص، انا الجمله اللي انت قلتها دلوقتي حالا دي انا قلتها لكميه ناس مروا بحياتي. قولوا من الاول يا جماعه هيبقى شكلكم قدامي الطف. يعني خليكم صراحه. لو انت جيت قلت لي مثلا انا بعمل الشيء الفلاني، هيبقى شكلك رغم ان هو شيء مش حلو او مش صح، بس هيبقى شكلك قدامي احسن كتير جدا من ان انت تيجي تقول لي ايه لا انا ما بعملش وانا انسان مستقيم وانا انسان يا سلام ما حصلتش. وانت حصلت يعني. وانت جيت بالفعل. هو قال لك ما عندوش، هو عنده جوه. طب استني، لا قولي لي بقى اللي عنده جوه ده حصل امتى في حياتك بقى؟ اديني موقف. ده حصل مع يعني مع اللي هو ماي اكس هاستنت يعني. بس زوجك السابق. السابق. ايه اللي حصل؟ ده بقى كان استاذ اسمع كلامك اصدقك يعني. فاهم اللي هو ايه؟ يعني بجد انا كنت ساعات بحس ان هو من كتر ما هو بيقنعني بالحاجه هو فعلا كده وانا ظلماه. عارف اللي هو بدات اهسس والله من نفسي، طب انا مجنونه ولا ايه؟ انا بفهمه غلط. طب انا ظلمه يعني فين؟ هو كان عنده حاجه كده في طبعه موضوع الخيانه والحاجات دي. فهو كان اللي هو ايه يعني تبص تلاقيه هو بينفي. يا سلام، نفي قاطع اللي هو خلاص استحاله يعني. ازاي دماغك تودي لده؟ ما بقولك نفي قاطع يعني لا يقطعه. بس يعني هو لا هو ما عملتش. بقول لك ايه، خليكي في دماغك، خليكي في تفكيرك، انت انسانه مريضه. يعني انا بدات فعلا اشك انها مريضه. فاهم؟ بس المشكله اللي كان بقى الحمد لله بيرجعني للتراك الصح، ان انا كنت بكتشف بقى الحاجات اللي هي تثبت لي ان انا كان احساسي صح وان انا ما كنتش غلط. واهلي كانوا إيه على بقى؟ فكره إيه؟ لا هو في غيره الموبايل يعني الصندوق الاسود بتاعكو يعني. انت كنت بتفتشي في موبايله؟ لا بصي مش موضوع بفتش، هو يعني هو الراجل في الاول كان بيعمل حركه لطيفه قوي، بيحط الموبايل على وشه خلاص. بعد كده اكتشف ان طبعا الموضوع ده يوزلس اساسا، وعادي انا ممكن اقلب الموبايل في اي لحظه واشوف مثلا. فاللي هو بقى يخبي النوتيفيكيشن ما تبقاش باينه على الديسك توب من بره. فاهم؟ وطبعا وعمل باسورد. المهم يعني صدفه ان انا عرفت الباسورد، طبعا كل مره بعرف فيها حاجه برضو. بعرف فيها بلاوي برضو يعني. من موقعك هذا وكانت صدفه. عيب عليك يا اخي، ده مفيش ثقه. لا لا طبعا دافع عنه. لا مش مدافع عنه، لا انا في حاله من حاله الشفافيه كده، فانا عايز استمتع بيها اكتر معاك يعني. قولي دورت وجبت الباسورد. حقي ان اجيب الباسورد، الراجل مش مريحني في حاجه غلط.
طب يعني المرة الأولانية دي ما كان حاطط الموبايل على وشه، كان الموبايل على التسريحة كده، وأنا كنت بصلي في الأوضة، فالأوضة كانت ظلمة، فبصيت لقيت إضاءة طالعة يعني، بس فاستفزتني، قلت ربنا نور بصيرتي، استفزتني لقيتني كده، قمت ماشية يعني عارف في نور الله وعليها خيرات الله. احنا المسجات ما شاء الله من خمسة مثلا. لا والله ما كانش في حد بعينه يعني، هو كان لا ده كان خمسة بقى، وان هي ابنها ماشي في حبيب قلبي، واللي بتقول له مش عارف ايه يعني، فاهم ليه كل واحدة بتدلعه بطريقة شكلية يعني. بس فدي كانت اول مرة. تاني مرة طبعا خلاص الموضوع، انت ما دام الشك اتزرع جواك كده كل سنة وانت طيب بقى، فاهم هيبقى صعب جدا اللي قدامك محتاج يعمل افورت فظيع عشان يرجعك تاني تثق فيه. صح ماشي. فطبعا بسم الله ما شاء الله هو ما عملش اي مجهود غير الكلام يعني، اللي هو انا ما بعملش انا ما بسويش، فاهم. المهم يعني ان انا جيت بعدها بقى موضوع الباسورد ده يعني. بص هي يعني انا عملت وما عملتش يعني، مش قعدت ادور قوي، بس اللي هي وقعت قدامي ان هو كان بيفتح الموبايل باسورد وفاكر ان انا نايمه، فانا شفت يعني فاهم. شفتها صدقه 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 مش حتى لا والله لا خلاص انا عديت المرحله دي، انا عديت مرحله كل صدقه فيهم واحده مش حتى. واجهتيه واتطلقتي؟ ها لا انا بقى ما استحملتش بصراحه الموضوع، حسيت انه اوفر قوي، وان المشكله ان انا يعني بدات اقنعه ان احنا نروح للدكتور نفسي، الموضوع عندك مرضي فاهم. فما مش مقتنع بقى يعني، هو لا انا مش عيان انا مجنون، انا مش مجنون. قلت له هو مين اللي قال ان بيروح دكتور مجنون؟ قلت له ما بلاش شغل الافلام والحاجات القديمه دي اللي هي لهوي ابني هيروح لدكتور نفساني ابني بقى مجنون، عارف اللي هو شغل الافلام نعيمه صغير يعني. قلت له عيب يا ابني، احنا في يعني في القرن مش عارفه احنا في 19 مستني يعني متقدم. ندمان على الطلاق؟ لا الطلاق لا مش ندمانه خالص الحمد لله، سعيده. بس شخصيه اوت جوينج وهو شخصيه كان يعني بيتوتي فاحنا كنا مختلفين. ايه ده غريبه قوي، بيخونك وبيتوتي الاثنين مع بعض مش راكبين؟ ما هو الراجل مش فاضي يخرج مش وقت الخروج يعني، كان متقوقع جوه الموبايل. طيب خلاص المهم ان تكوني مبسوطه ومستمتعه بحياتك، دي حياتك وانت الوحيده اللي هتسالي على كل ساعه عملتي فيها ايه، عيشي حياتك ما تخليش حد ده. الحريه لطيفه يعني، الحريه لطيفه في حدود طبعا ان كل واحد بقى عنده رقيب جواه كده على تصرفاته، بس الحريه شيء ظريف يعني. بس انا عامه يعني حته اسمع بقى كلامك اصدق اشوف امورك استعجل انا مش شخصيات الحمد لله ان انا متصالحه مع نفسي، فانا ممكن اكون بعملها في حاجات انا مش فاكراها قوي. بس انا مثلا ما احبش ابدا ان انا اوعدك ان احنا خارجين النهارده فاهم، واجي اقول لك ايه لا معلش اصل مش عارفه ايه يعني، انا ساعتها ببقى فعلا بموت او تعبانه مش قادره ووعدت حد بحاجه، لا هنزل واروح اعمل مشوار ده واتذر. صح. خلي بالك اللي يخلف الوعد ولو كان بسيط هيخلفه لو كان كبير، خلاص ده مبدا. ده مبدا ما فيهاش كلام. بقول لك ايه انا مبسوط انك بتسمعيني، ومبسوط بالعقليه اللي بتكلمني دي يعني، عجباني جبارة. لا جبارة لا والله انت مامتك دعيتك هي فعلا دعيت لي عشان لا اقول لك ليه. شوفي موقف صعب واتخنتي وبيتك اتهد وبتبنيه من اول وجديد، بس متفائله سعيده. نجاح البني ادم في حياته برضه فده شيء لطيف، طب باذن ربنا يرزقك يا رب. نجاح البني ادم دايما بيكون من سخريته للمشاكل الكبيره في حياته، ما يكبرهاش على نفسه يسخر منه. لا انت هتقولي لا انا بجد بشوف ناس بشعه في الموضوع ده. قالت لي واحده صاحبتي متازمه طب بصي انا هقول لك احنا نفكر مع بعض وانت اعملي كذا 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 ومن بكره انزلي جيم روحي خدي كورسز مش عارفه ايه فاهم. الاقيها متنحالي كده انا مش قادره تعبانه. طب ما انا بقول لك عشان تفوقي من التعب اعملي كذا كذا صح. كذا اعملي يا رب يخرب بيتك.
اس ام اس اخرها 57 بتقول تعليقا على المقوله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده وهي اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. بتقول ايه؟ بتقول الانسان اللي ينطبق عليه المقوله ديت باختصار جبانه بس. اس ام اس اخرها 93 هايله وبشكر جدا سمر السواح على المكالمه الحلوه على المسج الحلوه ديت. بتقول في مقوله للكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ بتقول ايه؟ لا يهمني صفاء نيتك ما دمت افعالك سيئه. ما دامت افعالك سيئه. صح. لا يهمني صفاء نيتك ما دامت افعالك سيئه. صدقي مقوله حلوه وانا يعني الحقيقه ما كنتش عندي علم بيها فبشكرك. ودايما بتقول لك في مقوله انجليزيه بتقول actions speak louder than words. الافعال بتتكلم اكتر من الكلام. والله انا بقول كده محدش مصدقني. دي جملتي الحقيقة يعني. ما تقوليش بحبك اعمل بالحب ده اللي انا دايما يعني ما بحبش الكلام اكتر ما بحب الفعل. بس النهاردة اكتر ما احنا بنتكلم على الكلام احنا بنتكلم عن الوعود والوعد الكاذب والناس اللي بتكذب وبتخادع وبيعملوا بحر طحينة ويقولوا حاجة ويعملوا حاجة في حالة في تاتش انفاق كده في حتة كده ملوعة. الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله تمام. تاتش النفاق اللي في حياتك في مين؟ الناس كلها متنفقة. لا اله الا الله. ليه بس؟ محمد رسول الله. والله كله يعني كله بيعمل لك زي ما انت قلت كده البحر طحينة. وفجأة تلاقي الدنيا يعني البحر فعلا تحس ان انت في البحر. طب هقول لك على حاجه. هل انت من الاشخاص اللي ما بيلاقيش عذر اللي قدامه يدول اصل وعدني بس ظروف واصل مش عارف ايه اصل ولا من النوع اللي بيقفش على طول؟ لا والله بلتمس الاعذار دائما يعني عشان ما اضايقش نفسي. طب مين اكتر واحد بيكذب عليكي؟ بقولك الناس كلها بقت بتكذب. هو مين ما بيكذبش يعني؟ للاسف كله بقى بيكذب يعني في المطلق كده اللي هو اصل يعني عارف اللي هو اصل معلش بس انا ما رديتش عليك عشان كنت في الشغل. يا سلام. طب ما هو الشغل يعني ما ينفعش نرد على التليفون ولو ما ردناش ما ينفعش نرد المكالمه لما نفضى. وجهه نظر. صح. صح. هو احنا قاصدين حد بعينه ولا احنا بنتكلم في المطلق؟ لا بتكلم في المطلق. خلاص والله. اوكي خلاص بعينه. اوكي عشان بس انا برضو ايه اكون إيه على توافق معاك يعني. طب اسالك سؤال. أي. اسالك سؤال اخير. هل انت ساعات مش بتوعدي وتقولي انا ما بعملش الحاجات ديت وانت اصلا بتعمليها بس انت مثلا نقدر نقول ان انت خايفه من منظور الاخر انه مش هيعرف يفهم انا بعمل ده ليه؟ لا بص عادة بحاول ان انا حتى لو قلت حاجة هعملها وما قدرتش اعملها لا بحاول ان انا مثلا اعتذر او اقول الحقيقة يعني اقول انا ليه ما عملتش الحاجة دي او ليه ما نفذتش وعدي. وبشوف ان ده الاحسن يعني حتى لو انا غلطت ان انا اقول انا ما قدرتش اعمل كذا عشان كذا لكن ما بررش مبررات ملهاش لازمة. طب مين اكتر شخص بيوعد ويوفي من اللي حواليكي؟ ايه رايك السؤال ده؟ جوزي. طب ليه مش سعيد؟ ليه مش سعيده وانت بتقولي ايه؟ مين قال ان انا مش سعيده؟ لا اصل جوزي انا سعيده يعني جدا. وجدا دي اكدتي السعاده. جوزي طبعا. بيوعد ويوفي طبعا. والله الحمد لله. طب الحمد لله. طب انا اصلا حسيت ان انت بتتكلمي كده وفي اسقاط على شخص قريب قوي او شخصيه قريب قوي. ده صح ولا انا بيتهيألي؟ بص هو للاسف ان يعني الناس القريبه قوي 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 في الحياه خلت الناس كلها تبقى في دوامه. يعني خلت الناس كلها تبقى زي ما قلت لك كده. اصلا انا ما ردتش عشان كنت في الشغل. اصلا انا ما ردتش اصلا انا كنت نايمه. اصلا انا كنت مش عارفه ايه. طب ما هو يا جماعه طب ما هو التليفون ده مش بيبين ان احنا اتكلمنا يعني ممكن نرد المكالمه عادي. صح صح. انت نورتيني بمكالمتك وبشكرك واتمنى لك حياه سعيده مع جوزك. ميرسي. شكرا. الله يخليك. ميرسي. مع السلامه. احنا بنتكلم النهارده عن الجمله الشهيره اللي دايما بتقال في مجتمعنا. اشوف ايه؟ اسمع كلامك اصدقك وبعد كده بعد ما اسمع كلامك بقى على طول اشوف امورك ولا اله الا الله.
ده انت بتعمل حاجة غير اللي انت بتقوله. ده كتير بيحصل في حياتنا كتير. ليه؟ ما تفهمش الناس مستفيدة ايه لما تقول حاجة واعمل بيها. يعني مش محتاج توعد شيء اعلى من طاقتك، ومش محتاج ترسم صورة مش صورتك. يعني ايه الافادة؟ هو ده السؤال. توصل لشخص، ما انت طريقة وصولك للشخص دي هي طريقة كاذبة. يعني طريقة معناها ان انت وانت بتقرب منه انت عارف كويس قوي انك انت العلاقة دي هتنتهي في يوم من الايام خلاص، عشان انت كذاب، عشان انت اللي بتروح بتفهمه للشخصية دي هو مش انت. فيعني انت بتضيع عمرك. فاهم حاجة؟ يعني مش كده. انت عايز تجيب ناس حقيقية في حياتك، تحافظ عليها، تحافظ عليهم، تكون في بينكم مودة، الحياة تبقى حلوة. ما ترسمش صورة وتوعد وعد، ولا الصورة ده انت ولا الوعد انت هتنفذه، وبعدين تيجي تقول والله انا موجوع عشان الشخص ده سب. ده يعني هو الراجل ده هيقعد ولا الست دي هتقعد ليه؟ انت عندك وجهة نظر ممكن توضحها لنا. لكل من اتلسع من الكذب والخداع ومن اللي اتعمل له بحر طحينة، انت النهاردة ميجا اف ام تستقبل الشكاوي من الساعة 10 للساعة 12 بالليل. 3-8-3-5-9-6-2 ده رقم تليفوننا. 1-9-2-7 ده رقم الاس ام اس. هم اللي بيقولوا مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. والله ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، انك انت تقول شيء وتعمل شيء، انك توعد بشيء وما تعملوش، ان انت تظهر بشيء وما يكونش مضمونه هو انت فتعمل حاجه تانية. من الاخر خالص انت بتعيش حياه مش حياتك، والنتيجه عداد عمرك شغال الناحيه التانية، مش قاعد ساكت مش مستنيك. انت اللي عندك مشكله. في الدين الاسلامي والمسيحي أسوأ صفة ممكن يتصف بيها الإنسان هو الكذاب. والكذب مش فكرة ان انت بتضر الآخرين، طبعا ده شيء مفروغ منه. في الأول وفي الآخر انت بتضر نفسك، بتضيع عمرك. ركز في الجملة دي وفي التفصيلة دي بالذات، عشان انت كده بتضيع عمرك. تضيع العمر انت لا تملك غيره الحقيقة. الفلوس ممكن تتعوض، الصحة بإذن الله رب ممكن تكون فاضي أحسن لو انت مش محافظ عليها، بس وقتك لو راح الدقيقة 5 دقايق فاتوا هتجيبهم تاني منين؟ عندك طريق؟ رانيا حلمي بتقول دول نصابين بيعرفوا نقطة ضعفك وبيلعبوا عليها. صح يا رانيا، بس هو السؤال عشان يوصل لإيه؟ وأيا كان اللي هيوصل له هيستفيد بيه إيه؟ وهو أصلا بيوصل لشيء، الشيء ده مش بيلبي رغباته هو الشخصية، بتلبي رغبات شخص هو رسم صورته قدامك. في اس ام اس اخير 94 تقول الانسان الوحيد اللي حبيته صدفه في الاخر ما وفاش بوعده. حبيته صدقته. ما هي دي مشكله. يعني هل الشخص دوت ان هو فضل يخدع فيكي عشان يوصل لك، بعد ما وصل لك استفاد ايه؟ ان هو اتبسط في بعض اللحظات؟ هل اللحظات السعاده القصيره ديت هل انت طموحك؟ هل انت فعلا باصص تحت رجليك مش باصص لقدام، ان انت عايز تعيش حياتك وتستثمر وقتك مع واحده تحبها وتحبك، وان انت تكمل مع كده في العلاقه ديت، ولا انت عايز استمتاع بسيط وتاخد حلاوه بدايه العلاقات وتقلب وتروح لعلاقه تانية وهكذا؟ برضو عمرك يضيع. هنرد على التليفون. الو. طيب هو التليفون ما لقطش، هيكون معنا تليفون دلوقتي. احنا بنتكلم النهارده عن اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. خلينا نشوف على الفيسبوك، نشوف اللي كتب ايه لغايه دلوقتي. كلا من اهو شادي شريف، مساء الفل يا شادي. احمد عبد المنعم منورنا يا احمد، اول تعليق ليك. عبيد السيد الخطيب، انا بقيت شايف ان الكذب بقى اسلوب حياه، رغم ان كان الكذب حجة يبقى الصدق نجا. ندى اسلام، كتير قوي بيقول كلام يا تامر وما بيعملوش، قليل قوي اللي تلاقيه بينفذ كلامه. عيسى محمد، معلش يا تامر عايز اقول لمراتي بحبك حاجة كده بره الموضوع. يا سلام، هو في احلى من بره الموضوع؟ دوحة شادي بتقول اخيرا لحقت الحلقة، لا انشكاح كتير. يعني بنزل موضوع الحلقة، انا عندي نموذج في الحكاية ديت، يا بقى ببقى مزبهلة اللي هو انت كده ازاي انتوا حقيقيين، بيقولوا حاجة وبيعملوا حاجة تانية. رودي عصمت، الكذب بقى عند اكتر الناس فعلا،
احمد صديق، مساء الجميل يا تامر. احمد صديق من اسكندريه، فعلا اشوف كلامك صدقك، انا كنت مرتبط بواحده وكنا متفقين ان احنا عمرنا ما نسيب بعض، واحنا بنقول وبعدين انتهى الحوار، انا بقول لها باي باي يا حبيبتي، باي باي يا حبيبي، حصل مشكله بسيطه وفركشنا وهي اللي طلبت ان احنا نسيب بعض، فانا استعجبت جدا. فاحمد عبد المنعم بيقول الجت انا حست ما عادش تفرق معايا. ايمان محمد مساء الورد، لموري عبد الله مساء الورد، بوجي سموره مساء الجمال. طيب هنرجع لكم تاني، بنتكلم النهارده في موضوع اللي هو خاص بفكره الـ اسمع كلامك صدقك، اشوف امورك استعجب. من الاخر بنتكلم على كل من وعدنا ومنفس كذب علينا اللي خدعنا، ونشوف تفاصيل اكتر بعد عمرو دياب وعلمني هواك. حلو الحلو الجمله، حلو عنوان الاغنيه، عشان فعلا انت لما بتحب بجد بيكون الشخص اللي قدامك هو بيعلمك ازاي تحبه، ولازم تتعلم احب ازاي، مش لازم احب اللي قدامي بدماغي، لا انت مفروض تحب اللي قدامك ان حبيته بطريقته عشان تسعده، فبالتبعية هي او هو كمان يسعدك. واسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. وخلينا نرد على التليفون، قبل ما نرد على التليفون رقم تليفوننا هو 3835962 والاس ام اس 1927. الو الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ او انت ما تسمعش صوتي لما بتسالني السؤال ده؟ اصل السؤال ده بس اولا الساعه 11 الا ربع، يعني طبيعي جدا اكون صاحيه مبدئيا. ماشي خلاص. طيب انا بسمع كلامك اشوف صوتك. ايه ده؟ جدا جدا بجد حساها جدا في كل حاجه. طب مين جيب بالك كده اول ما قلنا المقوله والمثل ده؟ اول ما جيب بالي، جيب بالي اخواتي. اخواتك؟ ولاد ولا بنات؟ لا بنات. بنات. ايه بقى؟ اختيني. لان انا دايما ايه وحشاني، هنفسي اشوفك، مش عارف ايه، ما بتجيش ايه، طب لنتقابل، كل مكالمه لازم اسمعك. خلاص ده كلام. او اشوف بقى امورهم بس اعجب، الاقي واحده فيهم معديه من عند البيت عندي، الاقي واحده فيهم مش عارف ايه، ما تفكرش تطلع تسلم، ما تفكرش تقولي انا عندك، هم ساكنين بعيد عني في التجمع وانا في اكتوبر. الاقي واحده جاي عندها شغل في اكتوبر، طب عدي عليا. امال ايه بقى وحشاني، نفسي اشوفك ومش عارف. صدقي فعلا وجهه نظر. انا اللي جه في دماغي دلوقتي ان هم النهارده كان نفس الموضوع بالظبط. في اختي اللي هي الوسطانيه قالت لي وحشاني جدا وهتجنن على الولاد ونفسي اشوفهم ومش عارف ايه، طب ما انت في اكتوبر ما تعدي. بالظبط. يعني ان شاء الله خمس دقائق. جات لك؟ لا. اوكي شفتي؟ طيب بس ده مش معناه انا ما بتحبكيش، بس معناه برضو ان هي بتقول كلام هي مش انا عارفه. يعني دايما كده، يعني عشان كده بقول لك بسمع اسمع كلامك بصدقها، وفعلا انا وحشاها وهتتجنن عليا ومش عارف ايه. طيب. اشوف بقى امورها بستعجب. طب اسالك سؤال، هل انت اللي بتوعدي بحاجه وبتعمليها؟ لا. انا ممكن اكون بقعد عشان سكت اللي قدامي، انا بحب اخبط جنبي قوي. حاضر حاضر، جايالك. بس تسكت عشان ما تقعدش تقول يلا 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 كده. ايه ده؟ يعني انت لو حد قاعد يزن عليك يزن، فانت تريحيه بس في نفس الوقت ما. انا احب اريح قوي. اوكي. طيب حلو ده. طب ده يسميه ايه مثلا؟ ايه ما بتحبيش تزعلي حد ولا تسميه مثلا ايه؟ بحب اكبر دماغي، بحب مش بحب الزن، يعني بتشنك كده من الزن. لما حد يقول يلا 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 تعالي حاضر، وانا اقول له حاضر هاجي خلاص، بعد هاجي اقفل يلا جاي. انا جيت اهو صح. ماشي. مثلا ايه لو حد يقول لي لو ظروفك تسمح يا ريت لو تعدي، اقول له طبعا لو تسمح اكيد هعدي وخلاص. وفعلا انت بقى ببقى حريصه جدا ان انا اعدي او انا اعمل اللي هو بيقول لي عليه. يديكي راحتك كده. يديني كده راحتي، اعمل اللي على نفسي كده. صدقي فعلا ان الكلمه دي بستخدمها لما ظروفك تسمح، عشان ساعات كده البني في منا بيبقى عنده الطلب عايز يتنفذ وملهوش دعوه كواليسك انت ايه ولا ايه اللي بيحصل يعني في حياتك. مثلا ممكن تجيبي لي كذا او ممكن تعملي لي كذا، حاضر لو ظروفك تسمح حاضر. تلاقيني بقى بالعكس كده اقدر اللي قدامي قدرني، فانا اقدره بقى. يعني هو قدر ان انا عندي ظروف فعشان كده انا هقدره، وتلاقيني بقى ايه بجري كده وبعمل اللي هو عاوزه باي طريقه. حلو ده. انا بشكرك على تليفونك ده، نورتيني. الاغنيه دي ليكي صدقيني. اسمعها ولا هتقفل؟ ما انا هنسمعها مع بعض يلا.
تامر الرسالة دي زي ما اتكتبت كده بالظبط. مساء الخير يا تامر، عايز اسمع اغنية مين ده اللي نسيك لنانسي عجرم، وعايزك تقول شيماء بتحبك يا جلال لان هو فاكرني نسيته. طب انا ممكن اقول لك على حاجة يا شيماء، بدل ما تبعتي للراديو عشان راديو يقول لجلال، طب ما تبعتي لجلال على طول، يمكن ده ساعات البني ادم بابسط الطرق بيوصل احلى الحاجات. اس ام اس 57 بتقول اختي بتقول ان انا بخلف الوعد على طول، بس بجد مش بقصد، احيانا الظروف هي سبب. تمام. اس ام اس اخر 94، الانسان الوحيد اللي حبيته وصدقته في الاخر ما وفاش بوعده. النهارده بنتكلم على اسمع امورك اصدقك اشوف، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. انا دي ثالث مره اقول المثل غلط، فخلينا نرد على التليفون ده عشان هنطلع فاصل اخباري سريع. الو الو، قول لي عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت صاحي من النوم ولا زعلان ولا ايه بالظبط؟ لا لا، انا قاعد يا فندم على البحر كده. يا سلام. طب حلو، ده مفيش احلى من كده. مش عايز اقول لك يا بختك يا. انت فين فين على البحر؟ نورنا. انا في جليم سيادتك. جليم منور يا حبيبي. قول لي بقى، تقول لي مين؟ يلا يا رب. قول لي حبيبتي رايس اللي هي قاعده تقول لي انا بحبك، انا عايزاك، انا كل حاجه في حياتك. في الاخر صدقت، يعني بقيت بجري في الشغل اكتر، بحب احاول اكسب اكتر واكتر عشان احاول اسعدها. بقيت بحاول اغير في حياتي، اغير في صحابي، اغير في الناس يعني. بس بجد يعني احساس وحش قوي يا باشا لما تحس ان انت مثلا ايه، خلاص لقيت اللي انت بتحبه وكلام بقى طول الليل والحاجات اللي انت عارفها دي، وفي الاخر ايه؟ شكرا. سبتك؟ عايز اعرف ليه بس، مش اكتر يعني. ليه 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 هما ليه يعني دايما حريم كده ليه يعني؟ طب هي سبتك ليه برضو؟ يعني ما اعرفش. انت عارف لو تعرف دي تبقى مشكله لو انت ما تعرفش يعني. انت فاهم، ما تعرفش يعني. لا مش عايز اكمل، لا مش عارف ايه، لا طب والكلام اللي احنا عملناه، ما شكرا. طب وكنا خلاص يعني داخلين على خطوبه وحاجه زي كده يعني، خلاص يعني خلاص. مع وعارف يا باشا هقول لحضرتك حاجه، بس كمان لما بتيجي عارف يعني، ظهرت قدامي حد تاني ظهر قدامي حد تاني وحد فعلا بقى عايزني وحد كده، انا ما يعني ما قدرتش اكمل، وقلت لها لا انا مرتبط والكلام ده كله، ما عطيتهاش وش اصلا خالص، وقعدت تجري ورايا والكلام ده كله. ما في الاخر شكرا عشان في حد في حياتي المفروض يعني. طيب انا اسف، انا هضطر اقفل معاك عشان احنا هنطلع لفاصل اخباري وهنرجع تاني. فانا بشكرك على المكالمه الحلوه دي. ربنا يخليك يا باشا. هم اللي بيقولوا مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. وهم اللي بيقولوا النهارده بنتكلم عن اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب، وبنتكلم عن كل من كذب علينا في الحياه وخدعنا وعمل لنا بحر طحينه. الكذب نوع من انواع الادمان، لما يكون البني ادم مش راضي عن حياته، بيحاول ان هو يوصل لاهدافه بس بطرق غير شرعيه، او بشايف ان ده هيختصر له الوقت، فيبتدي يتصنع شكل او يتصنع اراء مش اراءه واشكال مش هويته هي شخصيا، عشان يعرف يوصل باللي هو عايزه. وفي نفس الوقت ساعات الكذب ده بيستخدم لبني ادم بيدافع عن نفسه، ان هو بيدعي شيء هو مش فيه عشان ما يوريش حقيقته للاخرين. في الحالتين البني ادم خسران، في الحالتين البني ادم مش مستفيد، وفي الحالتين البني ادم جواه بيكون عنده حاله من حالات التكسير وعدم الثقه، واسمها سيلف ديستركتيف، ان هو بيكسر في نفسه بنفسه، وبيبقى شكاكين على طول، ما عندهمش ثقه في حد. فتلاقي ان الناس ديت عندها ناس واصحاب وبيتعاملوا مع اشخاص كتير وكل حاجة، بس لما تقعد معاه كده في لحظة الصف يقول لك انا لوحدي، انا ما عنديش حد، عشان هو ما طلعش نفسه بجد. والمهم بقى اللي احنا بنتكلم فيه اكتر، ان على قد ما هو ضر نفسه وضر وقته وضر حياته بالكذب، لا هو كمان ضر الاخرين، هو ضيع وقت الاخرين وضيع حياتهم وضيع مشاعر ومجهود الاخرين. ده اللي احنا بنتكلم عنه. واصدق اشوف اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. هنرد على التليفون. الو السلام عليكم. كنت معانا على التليفون وبعد كده جيت اطلع ارد عليك على الهوا ما ردتيش ليه؟ معلش انا لا يا حبيبتي خالص، مش محتاجه تتاسفي، بس ايه اللي حصل؟ لا الخط فصل غصب عني معلش. ولا يهمك. انت بتكلمينا منين؟ من القاهره.
من القاهرة. طب تمام، قولي لي بقى اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب، صح؟ كتير. مين بقى، مين اللي يليق عليه الجملة دي؟ والدي. ليه كده؟ ليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. قيادة العليا دي هو اللي عمل فينا كده. عمل ايه؟ يعني لما والدتي توفت قال ان هو اب وام مجرد 3 4 اشهر وبعد كده ما تلاقيناش لاب ولا ام. ايه اللي حصل؟ يعني بيتقال كلام بيتقال شيء غيره تاني خالص. ما انت ممكن برضو يبقى اللي بتطلبيه شيء مش منطقي او مش مقدوره. لا، محدش محتاج منه حاجه على فكره، احنا محتاجين اب بس مش اكتر من كده. طب هو يتشغل يعني ولا اتجوز عليها تاني ولا ايه؟ لا ده كل حاجه دي وارده، ده كله ده وارد، واحنا ما مش معارضين في اي حاجه من كده، بس الحنان مش اكتر من كده. طب هو مش حنان عليكوا ليه؟ لا مش عارف. طب هو مش ممكن يكون حنين بس انت مش شايفه حنيته، او اسلوب تعبير عن الحنيه مش مترجماه انت حنيه؟ طب لا كده. طب يعني هو اسالك سؤال، في اب ما بيحبش ولاده؟ انت ام، في ام ما بتحبش ولادها؟ لا بحبهم وبموت فيهم. طيب انت عارف ان ابوكي بيحبك ولا لا؟ اشك في كده برضو. طب مدي ايه 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 دليلك يعني؟ طيب ما فيش اب ما بيحبش ولاده يعني، ما تحاولش تقنع نفسك باي شيء اخر عن ده يعني، عشان هو مش بايده، هو ده رزق من عند ربنا يعني، ده بيتولد الطفل ربنا بيرزق بحب الطفل. فايا كان بقى الاختلاف، ايا كان من طباع مختلفه، فكر مختلف، تحكمات، انت شايف امورك بطريقه هو شايفها بطريقه، ده اختلافات دي تمام جدا، وممكن ما تكونش صحاب، وممكن بتفقدوا تفاصيل كتيره في النص، بس انه ما يحبكش لا، استحاله يعني، لا يعني صعبه. ف وان ما حبكش وهمشي وراك للجمله ديت وانت شايف ان ابوك ما بيحبكش، اشتغل انك تحسن علاقتك بابوك، مش عشان حاجه، عشان تصلح الكيمياء ديت او الطاقه ديت، عشان لما ربنا يرزقك باولاد يكون العلاقه والطاقه اللي ما بين الابن والاب سليمه، عشان احنا بنورث كل حاجه. وقلتها قبل كده وهقولها تاني، ان في علم الطاقه انك انت بتاخد طاقه الرزق من ابوك، بتاخد طاقه الصحه من امك، بتاخد طاقه العلاقات من اخواتك. ف ان حافظت على الثلاث علاقات دول حياتك هتبقى زي الفل، ان واحده منهم وقعت يبقى علاقتك بالطاقه ديت هتقع. وربنا يحمي ولادنا. نرجع لكم تاني، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل. هم اللي بيقولوا مع تامر شلتوت على ميجا اف ام. احنا كان معانا اتصال من شويه من احد المتصلين من الاسكندريه اللي كان بيكمل على البحر. انا بعتذر لك جدا عشان اضطريت اني اقفل عشان كان موجز الاخبار، وهو كان بيعزمني ناجي البحر وانا واجي اسكندريه. انا عايز اقول لك انا بروح اسكندريه كتير جدا يعني، وبشكرك على العزومه الحلوه دي. النهارده بنتكلم على اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب، الكذاب المخادع، بنتكلم على الشخص اللي بيلاوع اللي بيعمل لك البحر طحينه. حد سال احنا بنكذب ليه؟ احنا بنكذب عشان نوصل الاهداف. عارف عشان ان انت تبطل كذب او تعمل اللي انت بتقوله، لازم تكون بتعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة لازم تكون عارف انت عايز ايه وعايز توصل لايه، دي مهمة جدا، تبقى عارف انا عايز ايه وعايز اوصل لايه. وتاني حاجة ان انت ما تخافش الخوف. البني ادم بيكذب لما بيكون عايز يحمي نفسه، وبيكذب لما يكون عايز يوصل لشيء. لو انت هتحمي نفسك فانت شايف نفسك ضعيف، فانت مش مفروض ان انت تخاف. لا، انت مش ضعيف،
وما تبصش لنفسك على اساس ان انت بني ادم موقوف وممكن يتم تهديده من اي شخص ايا كان. لا، خليك واثق وراسي وعارف قيمه نفسك، وفي نفس الوقت عارف وضعك، وما فيهوش تعالي وما فيهوش من تقليل شأن، وفي نفس الوقت ما تخافش من اي نقطة ايا كان. تاني حاجه تبقى فاهم كويس قوي انا عايز اوصل لايه، يعني ايه طموحك، ايه الحاجه اللي انا عايز اوصل لها، وعلى اساسها بتبتدي تاخد الخطوات، وعلى اساسها هتبتدي تعرف انا اعمل ايه عشان اوصل للمكان ده بدون ما انا محتاج ان انا يعني اعمل بالونة واعمل بحر طحينة للناس هيوصلوني اللي انا عايزه، بس بتبقى هخسرهم فهيوقعوني اكبر وقعة في حياتي. صدقني ده بيحصل وبشوفه كتير قوي في حياتي. رقم تليفوننا 3835962 والاس ام اس 1927. واسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. الو الو ايوه ازيك يا باشا، عامل ايه؟ عامل ايه انت، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انا عرفتك. لا والله انت كلمتني قبل كده صح؟ اه لا انا ما كلمتكش قبل كده، اول مره تبع حضرتك. بجد؟ طب خلاص. ده مفيش احلى من دي فرصه. عامل ايه الاول؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. بتكلمنا منين؟ بصراحه من الجيش. من الجيش؟ يلا ربنا معاك. قول لي بقى مين اللي لاقي عليك الكلام اللي انا بقوله ده؟ خطيبتي. والمفروض ان انا اخش كمان شهرين. خطيبتك والمفروض تخش كمان شهرين، دخلتك كمان شهرين، ايه بقى اللي حصل؟ والله بقى اتكلم هنا بيبقى كلام عادي جدا، بنزل تحت اجازه بلاقي الدنيا باظت خالص. طب ليه بتقول حاجه وبتعمل حاجه هي؟ لا انا الكلام هنا عادي، مفيش اي حاجه خالص، ولا كاني فيه ولا كان شيء لم يكن خالص. يعني بنزل تحت بلاقي الاسلوب اتغير، كاني مش دي البني ادم اللي معايا. بتبقى مختلفه في ايه بقى؟ فردها في كلامها في اسلوبها. عنيفة يعني؟ ايه؟ عنيفة؟ لا مش عنيفة، ده هي كويسة جدا وبتسمع كلامي. امال ايه؟ بس مش عارف في حاجة غريبة. اللي هي؟ طب ما انت لو عرفت الحاجة الغريبة هتعرف المشكلة فين، انت مش عارف الحاجة الغريبة صح؟ مش عارف اوصل للنقطة اللي هي الغلط. مش حاسس انها بتحبك؟ يعني بتكلم هنا في ال 30 يوم اللي بقعدهم او الفترة اللي بقعدها هنا عادي جدا ومفيش أي مشاكل خالص. ما فيش اي حاجه خالص، اي اتنين مخطوبين بيتكلموا عادي. وبنزل اول ما بنزل اجازه فبحس ان انا معايا بني ادم تاني خالص، مش دي البني ادم اللي انا عايش معاه. خلي بالك البني ادم دايما بيحل المشكله لما يعرف يوضح المشكله او يعرف يحط صوابعه على ان يقول دي مشكله، انت ما وصلتليش معلومه، فده معناه ان انت برضو تايه مع نفسك، فده معناه ان ما فيش مشكله على قد ما انت في حاجة حاسسها مش واضحة. ايه بقى الاحساس ده؟ طب انا خليني اسألك واساعدك، هل انت حاسس انها مثلا ما بقتش تحبك؟ لا لا طبعا. طيب بتحبني جدا، بس انا لما بنزل اجازة بحب اقول لها تعالى نتكلم نشوف في ايه، ايه اللي غيروا كلامنا، احنا بنتكلم بنبقى كويسين، تقول لي ما فيش اي حاجة. طب في ايه؟ انا عايز افهم. طب انا عايش معاك ازاي بقيت عمرنا كده؟ طب يبقى انت اللي بقى خلي بالك، ما دام يعني هي بتحبك جدا، ما دام انها اسلوبها كويس معاك وانت حاسس ان في حاجه متغيره، طب ليه ما فكرتش ان انت مثلا بسبب ان انت بعيد عنها فانت مش في احسن حالاتك فبيتهيالك اشياء؟ لا ما بيتهيأليش كده. انا بص انا اقول لك على حاجه، احنا بنتكلم عادي جدا، انا بكلمها في اليوم كذا مره، مش مره واحده ولا كل اسبوع، لا بكلمها كل يوم. عادي جدا، الكلام بيبقى طبيعي جدا، كاننا لسه بنتكلم اول مره عادي. وبنتكلم مفيش اي مشاكل، والمكالمه ما بيننا بالطول كمان. اول ما بنزل اجازه بروح عندهم زياره كاي واحد بيزور خطيبته عادي. حلو. بلاقي بقى الوش الخشب، الكلام بيطلع بالعافيه، اسلوب الكلام بيتغير خالص. طب في ايه يا بنتي؟ مش ممكن تكون مكسوفه؟ احنا مخطوبين بقالنا سنه ونص. طب هذا كده اسمي يعني مش مرحبه بيك قوي، مش روحها رايحه لك كده وسعيده بوجودك؟ ممكن زي ما حضرتك قلت ان انا عشان بعيد، انا يعتبر انا بنزل البيت ده زياره. انا هنا بقالي سنتين دلوقتي. خلاص فاضل لي 4 شهور واسلم. وممكن تكون كده، بس مش عارف اعمل ايه، عايز اوصل لحل مش عارف اعمل ايه.
ولا توصل لحل ولا حاجة، بس انت ما تتسرعش، وخلال شهرين يمكن انت فعلا هي في حاجة، وممكن يكون انت اخذ المواضيع بحساسية. وانا ميال اكتر لحدة ان انت في عندك حالة حساسية عشان هي بعيدة عنك. ويعني البني ادم لما بيكون بيحب حد قوي، لما بيشوفه بمتوقع ان الحد ده لازم يتشال ويتحط بقى ترحاب وسعادة بيا، بس لما بنبقى حساسين بقى في تقييمنا للموقف. اكيد طبعا، اكيد يا فندم، اكيد طبعا. انا غربة. لا انت حقك، انا مش بقولك ان انت غلطان، بس انا بقولك ما تخليش ده يسيء تقييمك للموضوع. بس انا مش بقولك انت غلطان، فاستنى شوية يعني، خلاص ما حبكتش الشهرين، يعني يبقوا من شهرين لتلاتة لاربعة، ولا ايه رأيك؟ صح كلام، تمام. نورتني، بشكرك يا حبيبي. ربنا يخليك. سلام. عمرك ما تتجوز غير لما تحب، عمرك ما تتجوز غير لما تكون عارف ان اللي قدامك شريك زي ما انت شاريه، وهيريحك زي ما انت مستعد انك تريحه. ايوه، نرجع لكم تاني. 3-8-3-5-9-6-2-1-2-9-7 ده رقم الاس ام اس. اس ام اس اخيرا 57 بتقول في حاجتين ما تعملهمش، ان انت توعد حد وانت في شدة الفرحة، او تتخذ قرار. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيب التليفون، انت عمال تحركيه فعمال يخروش. ازيك يا استاذ تامر؟ عامله ايه؟ انت اللي منوره. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. قولي لي بقى، ها اللي حضرتك بتقول عليه ده، انت كان المفروض ان هو جوزها. إيه؟ المفروض اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب، دي جوزك. ليه طيب؟ عمل ايه الراجل؟ هو شايف ان هو ما بيعملش حاجة، بس هو سبب رئيسي في كل مشاكلنا. الكذب. بيكذب في كل حاجة. زي ايه؟ زي ان هو ممكن يقول لي انا في شغل، واعرف من بره ان هو في شغل تاني غير اللي بيقول عليه. بيبقى مثلا بيقول لي انا رايح، يعني لو قضي يوم معايا مثلا، تاني يوم يقول انا رايح عند، رايح مثلا بتاع ده اي حتة مصلحة اي حاجة، واكتشف ان هو عنده وانت. كل حياتنا على كده، لحد ما وقفت حياتنا على كده. وقفت طلعتي؟ لا، كل واحد في حاله دلوقتي. انا في الشقة، هو معايا في الشقة. ما بتكلموش بعض؟ لا. وانت اخد موقف؟ ايوه، عشان انا شفته بعيني وقلت له، كذا مره ما تكذبش. شفت ان هو عند والدته، قلت له كذا مره ما تكذبش. انت بتحبي مامته ولا ما بتحبهوش؟ بتحبيش مامته؟ هي مامته هي سبب في كل حاجه، ان هو كان كل حاجه كان بيروح يقولها لها، يا ابني خلي اسرارنا لبيتنا برضه ما فيش. زي ما هو ما بيتغيرش. انت ما بتقوليش لحد اسراركم؟ ما بتكلميش مامتك؟ ما بتحكيلهاش؟ لا، احنا كان في مشاكل ما بيننا، في اواضي ما بيننا. وطبعا اخدت شكل اواضي ما بين مين ومين؟ في اواضي ما بين انا وهو. ليه؟ ان هو كذا مره طردني من الشقه. وطبعا انا معايا طفل، ما ينفعش. فعملت ايه؟ ما بيصرفش. رفعت قضيه ان انا عايزه اتمكن من شقتي. فقعدت في الشقه. واتمكنت وهو اتمكن. طبعا دخل واحد. اتمكنت يعني وهو اتمكن ازاي؟ ما فهمتش. ما عشان انا على ذمته. التمكين لينا احنا الاثنين. اوكي. طبعا دخل واحد كويس صلح منا، وقال طبعا ما تدخليش اهلك وانت ما تدخلش اهلك. طبعا قعدنا يوم يومين اسبوع شهر، بعد كده برضو رجعت ايه من عادتها القديمه زي ما هو برضو ما غيرش. عايز تسمعي مني ولا؟ ما انا عايز حل. انا تعبت ولا يا استاذ تامر؟ تعبت. انت غلطانه. انا بقيت بتكون في العذاب ده. بس لا، انت غلطانه. انت غلطانه. الست بطبعها بتسعى الى التفاصيل، والست في جزء منها بيكون عايز يسيطر على الشخص الاخر. ماشي. انا عايز اقول لك، عارفه لو انت قلت لي مثلا ان هو بيقول لك انا كنت في شغل وراح شغل تاني، يعني هو ايه اللي هو في شغله مثلا؟ في شغل معين. ثواني بغض. انت ايه التفصيله دي؟ مش ده شغل. ما هو ده شغل، انا ما علقتش عليه. طب خلاص، ان انت تقول ان انت في حته، ان انت في حته وانت ما تبقاش في حته، مش شغل. ما هو هنا بقى اللي بيفرق ما بين سيده بتتصيد الاخطاء او بتمسك في غلط، او ست يعني المفروض دماغك تروح لحاجه تانية خالص. جوزي في شغل وربنا معاه، ولما يرجع نحاول اريحه. بس ان انت قلت لي انت كنت في شغل، بس انت كنت في شغل تاني فانت كذاب. لا، ده انت كده تتعبي الراجل. لا، ما فيهاش كلام. فكره ان هو يقول لك انا رحت مشوار وهو عند امه، دي امه. لو باع امه يبقى هيبيعك.
افكت بقى ان هو بيقول خصوصياتكم بره، ادي حقك ان انت عايزه تحافظي على سريه بيتك، ده تمام ما اختلفناش، وكنت متعاطف معاكي في الحته دي لغايه ما قلتي لي رفعت عليه قضيه. ما رفعت عليه قضيه ده معناه ان في اخرين تدخل. انا حضرتك طردنيش، طردك ليكي اهل، ليكي اهل يجوا يتصرفوا. ما احترمش اهلي. طب انت يعني ازاي ما احترمهمش؟ يعني لما والدي يكلمه ويقول له مثلا انت عملت كذا كذا يقول لي اللي عندك اعمله. بقول لك ايه، مش هي عايزه تروح، مش هي اشتكتني لاهلي، خلاص خليهم هم يدفعوها. وانت اشتكيتي يعني لاهله؟ احنا طبعا لما هنشتكي لمين؟ والدته لما تقول لي. بقول لك ايه لا انت غلطانه، لا 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 لا، او تفكيرك غلط واسلوبك غلط، يعني مش اسلوب. اسالك سؤال يا حبيبتي، اقول لك حاجه، هي الست بتكسب الراجل ازاي؟ بتريحه، بتشتغل على راحته، فالراجل بالتبعيه بيلاقي راحته مع الست دي، غير طبعا في قبول وحب في البدايه، فيبتدي بعد كده بيحافظ عليه. اسمعيني، لا اسمعيني. ففي نديه عندك، في تفاصيل انت قاعده عليها، مش فاهم انت معاه ولا ضده، والاهم من كل ده بقى سيبك منه، عندك مشكله معاه، وقلت له انا عايز نحافظ على خصوصياتنا، فلقيتك ان انت اشتكيتي لاهله، فهو اشتكى لاهلك، ف قمت انت عليتي، فجبتي قضيه ورفعتي، فانت انت دمرتي الخصوصيه اللي ما بينكم، دمرتي العلاقه اللي ما بينكم، وجايه تقولي هو السبب في العذاب. لا، انا متاكد ان الراجل ده غلبان، عشان تبقى عارفه، انا متاكد ان الراجل ده طيب. عارفه ليه؟ عشان هو مكمل بصراحه. انا بقول لك اللي ليكي واللي عليكي، وباينك انت بتحبيه، بس انت متحكمه، عايزه تتحكمي فيه. وفكره بقى امه او مش امه يكذب لما يقول انا عارف حبيبتي، حبيبتي الكذب ده انا اقول لك، ده مش كذب، ده بيتهرب منك، ده مش كذب. يعني اكذب لو هو مثلا كان ايه، انا عندي شغل وهو خارج مع اصحابه، هو هيبقى شكله حلو لما يشوفني انا شايفاه ويقول لي انا الحته الفلانيه، وهو يطلع عكس. هو انت دي عيشه؟ انت عاجبك عيشتك كده؟ مش عاجبك اسلوبك ده، ان انت قاعده الواحد على الكلمه. هو لو قعد لك كده هتزهقي. انا لو قعدت لك كده وانا جوزك، قعدت اقول لك اصل انت قلتي انك انت في شغل وما طلعش شغل، بمعنى شغل انت كنت بتخلصي مصلحه ما، هو دي عيشه؟ ما تدي الراجل حريته كده، مالك اعداله ليه؟ انا مدياله حريته خالص. لا 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 لا، ما تقوليش كده والله العظيم، ما تحلفيش، ما تحلفيش. كلامك بيقول كلامك ما هو ما اكيد مش هتشوفيه باسلوبك ده، مش راجل مش هيتشاف اصلا، ده يبقى خير لو جيب الليل. يعني اسلوبك غلط من الاخر، فكر بطريقه تانية، خليكي طيبه، خليكي حنينه، طبطبي على جوزك، والاهم من كل ده خليكي مهتمه براحه جوزك. الراجل هتلاقيه مره واحده عايز يريحك، ولا مش هقول لك خليه يحبك، عشان يعني ده هيرجع تاني وياخد وقت، بس راحه جوزك هتوصل لكل حاجه. بشكرك، يعني مكالمه غريبه يعني. ولاي ست بتسمعنا الحقيقه، الستات بتحب التفاصيل، بس لو عاتي لجوزك على التفاصيل اعرفي خلاص ان انت خسرتيه. لو انت حاولتي تسيطري على جوزك اعرفي انك انت خسرتيه. لو انت فرضتي على جوزك وقلتي ان ده المفروض ان يحصل، خسرتيه تماما. زي انت المفروض منك ان انت تقدر الشخصيه اللي معاك، تقدر مجهودها، بس ثلاث تفاصيل دول لو قعدتي عليهم اعرفي ان الراجل ده خلاص يعني doesn't exist anymore، مش هيتواجد مره اخرى. انا بشكركم جدا، حلقتنا النهارده انتهت من هما اللي بيقولوا. انا بني بدري عشان سويلم الحقيقه بيجي في الميد نايت في وسط الليل، وعندنا في البرنامج بتاعنا بيكون الموضوع مختلف شويه، ان هو بيفتح بعد الساعه 12 فعشان يلحق يظبط حياته. هنسمع اغنيه آدم أول حبيب، وأشوفكم يوم الحد الجاي من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على ميجا فام، واستنوا سويلم وسبع الليل في خلال لحظات من الآن. تصبحوا على ألف خير. وأيوة، في ناس كتيرة بتكذب علينا وبتخدعنا، وفي ناس كتيرة بتنافقنا، وفي ناس كتيرة يليق عليها كلمة أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب، والحل إنه يطلعوا بره حياتنا تماما وإلى الأبد.